بيبدأ في الميناء مع الطفلة كيتي، واللي كانت مختلفة عن أصحابها خالص. كانت مهتمة بالتصوير وصناعة المحتوى، وعلشان كده أصدقائها كانوا دايما بيتريقوا عليها وبيضحكوا على اللي هي بتعمله. بتكبر كيتي وهي لسه جواها الموهبة دي، وبتحاول إن هي تحسن نفسها فيها. أباها ومامتها ما كانوش فاهمين اللي هي بتعمله، والوحيد اللي كان بيساعدها في موهبتها دي كان أخوها الصغير أرون، بس هو طبعا كان ليه اهتمامات تانية زي حبه للديناصورات مثلا. أما باباها ومامتها بقى كان ليهم اهتمامات تانية خالص. كيت بتقدر إن هي تنضم لأكاديمية الفنون في لوس أنجلوس، وأخيرا هتاخد إن هي خطوة كبيرة جدا في مجال التصوير اللي هي بتحبه. أهلها بيقرروا إن هما يعملوا لها احتفالية صغيرة كده قبل ما تسافر وتسيبهم وتروح تدرس. وأرون أخوها بيزعل جدا علشان أخته هتسيبه وتمشي، وكيت بتقوله ما تقلقش، أكيد هتلاقي حد تصاحبه تاني ويبقى مهووس زيك بالديناصورات. باباهم بيجي، ولما بيقعد بيتضايق ان كل واحد فيهم مشغول في تليفونه، وكان عايزهم ان هم يقعدوا مع بعض يحتفلوا، وخصوصا ان دي اخر ليله كيتي معاهم قبل ما تروح لوس انجلوس. كيتي بتحاول ان هي تتفرجوا على اخر حاجه هي صورتها، وباباها عشان ما كانش فاهم الفيلم ولا ايه اللي بيحصل بيقول لها بنتي حاولي تفكري في حاجه تانية، عشان لو الحوار بتاعك ده ما نجحش منتهى الاحباط يعني. طبعا كيتي بتتضايق لان والدها مفكر ان هي لازم هتفشل. كانت عايزه تقفل اللابتوب وتقوم من قدامه، لكنه بيقول لها لا استني، وعلشان كده اللاب بيتكسر ما بينهم. بتطلع كيتي اوضتها، وباباها ومامتها بيتكلموا مع بعض، وبتقوله ان هو غلطان لانه دايما بيتخانق معاها. تاني يوم الصبح لما كيتي بتجهز نفسها علشان تروح المطار، بتتفاجئ ان باباها لغى تذاكر السفر بتاعتها، وقرر ان هو اللي يوديها للوس انجلوس. مش هو بس، هياخد العيله كلها ويروحوا كده رحله بالعربيه، وكيتي ما بيبقاش قدامها اي حل تاني غير ان هي توافق ان هو يوصلهم بالعربيه، وده كله علشان كان عايز ان هما يقربوا من بعض تاني كعيله واحده. طبعا وهما ماشيين كيتي كانت بتمارس هوايتها وتصور كل حاجه. بنروح بعدها لمؤتمر شركه بال للتكنولوجيا. الشركه بال كانت متخصصه في الذكاء الاصطناعي، وكانت عامله ابلكيشن مخصوص علشان كده بيساعد الناس في كل امور حياتهم. ماركو صاحب الشركه بيطلع بالتليفون عليه الابلكيشن القديم قدام الناس في المؤتمر، بيرمي التليفون بالابليكيشن القديم، بيقول للناس ان الجيل القديم ده راح عليه، الجيل الجديد هيستخدم الروبوتات الجديدة دي. بيوري الناس ان هي مطيعة، وكمان بتنفذ كل الاوامر بدقة عالية، وان استحالة الخيال اللي في دماغكم بتاع الافلام ده ان يحصل ان هي تتحول لشريرة وتهاجمنا. في نفس الثانية اللي قال فيها كده فعلا بتتحول الروبوتات لروبوتات شريرة، بتهاجم الناس، وبنسمع ان في احد اخترق الروبوتات بتاعته، وان في حد دلوقتي قادر يسيطر على كل الروبوتات اللي موجودة. بتقبض الروبوتات دي على ماركو صاحب الشركة، وبعد كده بتنتشر مجموعة كبيرة من الروبوتات في السماء. ونرجع تاني لعيلة كيت، واللي كانوا خدوا استراحة من السواقة علشان ينزلوا يخشوا السوبر ماركت، وهم جوه بيشوفوا الروبوتات وهي بتظهر في كل مكان. كانوا عاملين زي الشهب اللي بتقع على كوكب الارض، بيحاولوا الناس ان هم يصوروهم لكن كل الموبايلات بتفصل مرة واحدة. بتبدأ الروبوتات ان هي تهاجم الناس وبتسحبهم بالاشعة وتحط كل واحد فيهم في اوضة مقفول عليه، وعيلة كيت بيستخبوا بسرعة قبل ما الروبوتات تمسكهم. بنشوف ان الروبوتات انتشرت في كل حتة في العالم، في باريس وفي اليابان وفي كل مكان. والد كيت بيحاول ان هو يهربهم من المكان اللي فيه بعيد عن الروبوتات، لكن واحد فيهم بيقدر ان هو يمسكه ويطير بيه. الروبوت بيتخبط وبيقع منه جزء عند كيت، وده الجزء اللي كان بيطلع الاشعة اللي بتتحكم في الحاجات، فبتقدر كيت بيه ان هي تحرر والدها منه. وبعد كده بتستخدم الروبوت علشان يوقع ديناصور كبير من التماثيل اللي كانت موجودة على اتنين من الروبوتات. بنروح بقى لرئيس الشركة والروبوتات كانت قبض عليه علشان يودوه للشخص اللي بيتحكم في كل اللي بيحصل ده. بيتفاجئ ساعتها ان المسؤول عن كل اللي بيحصل ده الابليكيشن بتاع الذكاء الاصطناعي القديم اللي كان على الموبايل اللي هو رماه. مارك بيسألها عن السبب اللي خلاها تعمل كل ده، بتقوله ده نتيجة عمايلك انت عملتني وكنت بساعد الناس كلها من غير ما اطلب اي حاجة، واستغلتوني كلكم وخدتوا كل المعلومات وكل اللي اقدر عليه، دلوقتي ترموني بسهولة كده. بيحاول ساعتها مارك ان هو يعتذر لها، لكن خلاص الوقت كان فات. اول حاجة بتعملها بيري الابليكيشن ده ان هي بتفصل النت على الكرة الارضية كلها، وبتعلن ساعتها عن الغرف الزرقاء دي ان هيبقى موجود فيها واي فاي مجاني، وعلشان كده الناس بتجري بسرعة على الغرف دي، ودي الطريقة اللي بتقدر تخطف بيها الناس. بعد ما تخلص خطتها وتقبض على الناس كلها بترجع تاني الانترنت للارض، وكيت ساعتها بتقدر تشوف على تليفونها الفيديوهات اللي الناس سجلتها والروبوتات بتخطفهم، وبيعرفوا ان هم اخر عيله موجوده على الارض. باباها ساعتها بياخد التليفونات ويكسرها علشان ما تقدرش الروبوتات ان هي تحدد مكانهم عن طريق. بيحاولوا ان هم يقفلوا المكان اللي هم موجود فيهم علشان ما حدش يقدر يدخل عليه، لكن كيتي كان عندها خطه تانية. بتقول لهم ان هم يلبسوا البدل بتاعه الروبوتات اللي هم مدمرينها بره دي
ويروحوا لمقر الشركة بتاع بال علشان هناك يقدروا يوصلوا لأي حاجة يدمروا بيها الشركة دي وينقذوا العالم من الروبوتات. باباها بيقول لها لأ طبعا، وبعدين انت عايزة تجيبي شفرة التدمير دي أو الكيل كود ده منين؟ كيتي واخوها كانوا قاعدين لوحدهم بيبصوا على الروبوتات اللي كانت وقعت عليهم التمثال. بيقدروا الروبوتات ان هم يساعدوا بعض ويطلعوا من تحت التمثال. بيشوفهم الروبوتات وبيكسروا عليهم الاستراحة علشان يخشوا يجيبوهم، كانوا خلاص هيموتوهم. وكيتي ساعتها بتطلب منهم ان هم يمشوا بعيد عنهم، وفي مفاجأة كبيرة الروبوتات بيسمعوا كلامهم، وبنعرف ساعتها ان هم فيهم مشكلة وان هم رجعوا تاني لأصل البرمجة بتاعهم وتخلصوا من سيطرة الابليكيشن بتاع الذكاء الاصطناعي عليه. كيتي بتستغل الموقف وبتسألهم عن رمز التدمير اللي ممكن يحطوه ويدمروا بيه الشركة. واحد من الروبوتات قال لها سهلة، الكود معانا واحنا بس نوصل للشركة هندخله على الكمبيوتر وهندمر كل الذكاء الاصطناعي بتاع الروبوتات. الموضوع سهل خالص، هنعدي كل الروبوتات دي ونوصل للمقر الرئيسي ونخش ندخل شفرة التدمير وندمر كل حاجة. كيت كانت شايفة ان دي فكرة عبقرية، لكن الروبوتات كانت شايفة ان دي فكرة غبية. هما ايه اللي يوديهم المقر الرئيسي؟ هما ممكن عادي يستخدموا اي جهاز كمبيوتر في اي فرع من شركة بال ويعملوا الكلام ده برضو منه. اقرب فرع ليهم كان على بعد 128 كيلو. طبعا ابو كيتي بيرفض برضو لان شايف ان الموضوع هيبقى خطر. كيتي بتقول له خطر ايه؟ احنا ما عادش غيرنا في الكوكب كله، ولو ما عملناش كده الارض كلها هتتدمر. بيقتنع فعلا وبيبداوا ان هما يجهزوا العربيه علشان يروحوا في الطريق. بيعملوا تمويه اكن العربيه شبه الطريق اللي هي ماشيه عليه، وده علشان يقدروا يهربوا من الروبوتات اللي بتطير وبتراقبهم. بس هما ماشيين الكفر اللي كان على العربيه وقع، وساعتها الروبوتات بتشوفهم وبتطاردهم. بيدخلوا في الزحمه بتاع العربيات في المدينه وبيقدروا ان هما يستخبوا منهم كواحده من العربيات المتدمره. بيبعت واحد من الروبوتات رساله للذكاء الاصطناعي بيقول للتطبيق ان كيت وعيلتها قدروا ان هم يهربوا منهم. بيفهم ساعتها الابليكيشن ان هم رايحين لواحد من افرع شركه بال، وان هم اكيد هيستخدموا الكمبيوتر اللي هناك علشان يدمروها، وان هي لازم تعمل لهم فخ علشان تقبض عليهم. بنرجع تاني لكيت وعيلتها واللي كانوا قدروا يوصلوا بالعربيه للمول واللي كان فيه المحل بتاع شركه بال. بيوصلوا للفرع وبتامر واحد من الروبوتات ان هو يدخل الكيل كود علشان يوقف الشركه كلها. بيبدا الروبوت ان هو يعمل داونلود للرمز بتاع التدمير على نظام الشركه، بس الفخ كان بدأ يشتغل، والتطبيق بتاع الذكاء الاصطناعي كان قدر ان هو يتحكم في اي جهاز بيشتغل بالذكاء الاصطناعي موجود في المول علشان يهاجمه. وكانوا كل ده عايزين يوصلوا للابتوب اللي كان عليه الكيل كود قبل ما كيتي تحمله. بتهرب العيله وبيجروا منهم وبيستخبوا في محل العاب، لكن الالعاب دي هي كمان كانت مربوطه بتطبيق الذكاء الاصطناعي وبتبدا ان هي كمان تهاجمهم. كان في لعبه عملاقه بتضرب عليهم ليزر العاب واللي بيوقع حجر كبيره على واحد من الروبوتات اللي كانت معاهم. بترجع ماما كيتي وبتقدر ان هي تنقذ الروبوت ده. والد كيتي ساعتها بيجيله فكره وبيجمع المجموعه كلها وبيعمل فخ للعبه العملاقه دي وبيوقعها، بس واللعبه بتقع الليزر بتاعها بيدمر الراوتر بتاع بال واللي كان عامل نت ورابط الاجهزه دي كلها ببعض. بتقف كل الاجهزه اللي كانت بتطاردهم دي لان النت اتقطع، بس في نفس الوقت بيقف تحميل رمز التدمير دون اللي كان بيشتغل على اللاب. كيتي كانت زعلانه جدا عن اللي حصل دون، وكانت حاسه ان هي فشلت في اللي هي بتعمله، لكن بابا ساعتها بيقرر ان هم لازم يكملوا مشوارهم وانهم المره دي هيروحوا المركز الرئيسي للشركه نفسه. بيقول شويه كلام تشجيعي كده لكيتي ان هي مش فاشله وان هو بيثق فيها وبيثق في عيلتهم كلها وان هم لازم يكملوا مشوارهم. الروبوتين كانوا قاعدين بيتكلموا مع مامة كيتي، وواحد فيهم بيسالها هي ليه انقذته. مامة كيتي ساعتها بتقول له لان انت خلاص بقيت واحد من عيلتنا. بعد كده بتتحرك المجموعه كلها وهم سايبين المول بيولع وراهم علشان يروحوا يبداوا ينفذوا خطتهم. في الوقت اللي بنرجع فيه للشركه وبنلاقي ان التطبيق كان صنع روبوتات جديده مجهزه للحرب. العيلة وهي في طريقها بتشوف الأوض اللي الناس محبوسة فيها اللي كانت قاعدة تيجي للشركة. كان التطبيق بيحملهم كلهم على صاروخ هيوديهم على الفضاء. العيلة بتعمل خطة علشان يخترقوا الشركة، وهي ان هم يقدروا يدمروا مجموعة من الروبوتات ويلبسوا البدل بتاعتهم ويتنكروا فيها ويدخلوا جوه الشركة. بينجحوا فعلا ان هم يعملوا كده ويدخلوا جوه المقر الرئيسي للشركة. التطبيق الاصطناعي برضو بيبقى عنده فكرة عن اللي هم ممكن يعملوه، وبتدي اوامر لكل الروبوتات ان اي روبوت يشوف روبوت تاني بيتحرك بطريقة مش مظبوطة او بيعمل حاجات غريبة ان هو يدمره، وده لانها كانت فاهمة ان هم ممكن يعملوا كده ويلبسوا لبس روبوتات ويتخفوا فيها ويدخلوا للشركة. وبنشوف ساعتها ان فعلا واحد من الروبوتات الجديدة دي بيدمر روبوت في ثانية اول ما بيشك فيه. بيركبوا بعدها كبسولة زي اسانسير كده علشان يطلعهم لبال. بال ساعتها بتشغل فيديو لكيتي وهي بتتكلم مع اخوها ارون، وبتقوله ان هي بتساعد باباها علشان الحياة تاني ترجع لطبيعتها، وان اول ما يحصل كده هي هتسيبهم وتمشي وتشق طريقها لوحدها
ومش هترجع تقعد معاهم تاني ابدا. لما باباها بيسمع الكلام ده بيتشتت وبيفقد السيطره على الكبسوله اللي كان بيسوقها. الروبوتات الجديده في ثانيه بتطلع بسرعه علشان تشوفه. الروبوتات اللي كانوا معاهم كانوا طالعين بسرعه علشان يدافعوا عنهم ضد روبوتات الحرب، لكن بال بتعمل لهم ريبروجرامنج علشان تقدر تتحكم فيهم من تاني. بيدمروا الفلاشه اللي عليها الكيل كود اللي كانوا هيحملوه على بال، وكانوا عايزين يقبضوا على ارون كيتي والمجموعه كلها. بتقدر ارون كيتي ان هم يهربوا من المكان، والروبوتات بتقدر تقبض على باباهم ومامتهم. كيتي كانت بتحاول تهدي ارون اللي كان بيعيط على اللي حصل. كانت بتطلع الحاجه من شنطتها وبتسند الكاميرا عند اخوها علشان تطلع بقيه الحاجات. بيشغل ارون ساعتها الكاميرا، بيشوفوا فيديو ليها وهي صغيره مع باباها. باباها في الفيديو ده كان بيودع البيت القديم اللي كان هم عايشين فيه في الغابه، وكان واضح ان هو بيحب البيت ده جدا، وكان يعتبر كده بيت احلامه. وكل ده علشان ما كانش ينفع يربي الاطفال في البيت زي ده، وان هو ساب بيت احلامه ده مخصوص علشان كيتي، وعلشان هي تتربى في مكان احسن. كيتي بتقرر ساعتها ان هي لازم تروح تنقذ والدها، واللي هو مامتها ضحى. نروح بقى والد كيتي واللي كانوا هناك رموه في غرفه من غرف الحبس. كان موجود في الغرفه اللي جنبه ماركو صاحب الشركه. مارك كان قاعد بيتفرج على فيديوهات بتاعت كيتي على النت، وبيقول لباباها ان هو بيحب الفيديوهات بتاعت البنت دي جدا. ساعتها بيقول له ان البنت دي تبقى بنته هو، وبيبداوا ان هما يتكلموا مع بعض ويتعرفوا على بعض. كيتي كانت بتسوق عربيه بسرعه كبيره علشان ترجع للمقر تاني، والتطبيق بال بيأمر الروبوتات ان هما يدمروا العربيه دي. كانت حتى الكلب بتاع اخوها على اول العربيه علشان الروبوتات بتتشتت لما بتشوف، وده لانهم ما كانوش بيقدروا ان هما يحددوا اذا كان كلب ولا خنزير. وارون كان معاه لاسلكي واقف بعيد بيقول لها على الطريق اللي هيوصلها. والد كيتي بيشوف اللي بيحصل وبيقرر ان هو لازم يساعد بنته. بيطلع المفك اللي هو على طول ماشي بيه، وبيقدر ان هو يفتح الحته اللي بتتحكم في الغرف دي ويقدر يهرب منها. ولما بيروح لمراته بيلاقي ان هي كمان معاها المفك وقدرت تهرب هي كمان. بيروحوا يشغلوا الفيديوهات بتاعت كيتي واللي كان موجود فيها الكلب بتاع ارون دون، وكل ده علشان الروبوتات لما تشوفه تتشتت بيه. ماما كيتي بتشوف ان ارون ابنها اتقبض عليه، وساعتها محدش بيقدر يمسكها، بتضرب شمال ويمين وقاعدة تدمر في الروبوتات. اما والد كيتي بقى كان وصل لجهاز كان هيشغل عليه الفيديوهات من على اليوتيوب واللي موجود فيها الكلب بتاع ارون، لكن قبل ما يعمل كده الروبوتات بتيجي وبتقبض عليه تاني. كيتي كانت بتكون قربت من بال بالعربية، لكن واحد من الروبوتات بيقبض عليها وبيطلعها للتطبيق بال، بتأمرهم بال ان هم يرموها من مكان عالي علشان يخلصوا عليها. لكن ساعتها بيشتغل واحد من الفيديوهات بتاعتها اللي كانت عاملاهم للكلب، وساعتها الروبوتات كلها بتتشتت. وفي اخر لحظة قبل ما تقع على الارض والدها قدر ان هو ينقذها، وده عن طريق الروبوتين اصحابهم اللي كان معاهم من اول الرحله. وبنعرف ان هما اللي شغلوا الفيديو، ان هما اللي جابوا والد كيت علشان ينقذها. بتطلع كيت وباباها كل واحد فيهم على روبوت منهم، وبيفضلوا ان هما يدمروا في الروبوتات التانيين، وهم بينضموا ليهم بعدها والدتها وارون، وبيبداوا كلهم ان هما يحاربوا الروبوتات الجديده. بيقدروا ان هما يتغلبوا على الروبوتات، وبتنجح كيتي ان هي توصل للتليفون اللي عليه التطبيق بال. بترمي التليفون من فوق المبنى واللي بيقع في كوبايه ميه، وبينتهي التطبيق بال للابد. بينتهي التحكم بتاعها على كل الروبوتات، وبيتحرر كل الناس اللي هي كانت حبساهم. وعيلة كيت بترجع توصلها للجامعة، وهناك بيتكلموا مع بعض، وكيت بتقول لهم ان هم ينسوا الكلام اللي سمعوه في الفيديو ده، وان هي عمرها ما هتسيبهم ابدا، وان هم هيفضلوا طول العمر عيلة واحدة.